استمرت جهود فرق التدخل التابعه للهلال الاحمر المصري لمكافحه انتشار فيروس كورونا المستجد، وقامت فرق التدخل اثناء الطوارئ في محافظه اسوان بعمل حمله موسعه للتوعيه ولتطهير وتعقيم المقرات المختلفه من المؤسسات الاجتماعيه ومديريه التضامن الاجتماعي والاتحاد الاقليمي ومؤسسه التكافل الاجتماعي وجمعيه الاسر المنتجه وايضا حضانات ووحده السيل الاجتماعيه ومكتب تاهيل ذوي الاعاقه ومخازن المديريه ووحده اسوان اول الاجتماعيه والثانيه. وقامت فرق الهلال في كفر الشيخ بالتعقيم ايضا داخل المقرات الخاصه بها، وعمل حمله موسعه كذلك للتعقيم والتطهير في الإسماعيلية، واستكملت فرق الإسماعيلية المهمة الخاصة بالتعقيم على مدار يومين كانت فيها بتقدم عملية توعوية أيضا بضرورة التطهير، وتضمنت مصلحة الضرائب ودار الرحمة للأيتام بعملية التعقيم اللي تمت لكافة أرجاء هذه الأماكن. معنا للمزيد من المتابعة الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين والمشاهدين. كل التوفيق في الجهود اللي بتتم. أخذ معلومات أكتر يا فندم عن الإجراءات للتعقيم، إزاي بيتم اختيار الأماكن وأيضا العمل من خلال الفرق وجاهزية هذه الفرق لإتمام المهمة بالكامل. كما ذكرتي فعلا احنا بنقوم بعمليات وحملات تطهير وتعقيم موسعه على جميع المحافظات، بتشمل المباني الحكوميه او المباني اللي تم رصدها فيها حركه كثيره، ده مهم جدا في الوقت الحالي. اضافه الى ذلك ان احنا بنقوم بعمليات التوعيه من خلال العمليات اثناء عمليات التعقيم والتطهير وجها الى وجه، وأيضا من خلال جميع المنصات الإلكترونية الخاصة بالهلال الأحمر المصري. تمام. وبنستخدم طبعا حملة أطلقها الهلال الأحمر المصري من 3 أسابيع اسمها حملة متطوع في كل شارع. دي برضو بنقدر نرسل الرسائل التوعوية ودي مهمة كبيرة جدا. المتواجدين في جميع بقى أنحاء الجمهورية وتشمل القرى والنجوع، كل دوت ماشي بالتوازي في جميع المحافظات. وبنعمل برضو جاهدين مع جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات الخيرية بتنسقوا مع بعض عملية الانطلاقة في التعقيم والتطهير لأماكن بتشهد ازدحام، بتشهد زائرين، بتشهد عمل إلى آخره. أكيد في تنسيق بين كافة المؤسسات. طبعا الازدحام اللي أقصده أنه ممكن يبقى مكان بيشهد قضاء بعض المصالح للمواطنين، ولكن لا يوجد ازدحام لأنه في فرض للتباعد الاجتماعي في أي مكان. دكتور رامي بشكر حضرتك، الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، على وجودك معنا وكل التوفيق في هذه المهمة.